شكرا في الحقيقة لاهتمامكم بهذا الموضوع، لأن ما كيعطيوهش أهمية كبيرة، لأن كيعتقدوا خصوصا يعني الحكومة بشكل عام كتعتقد بأن الشركات والكبيرة هي كتخلق مناصب شغل، وبالتالي يعني صعيب أنك تبدا تدقق معها في هذه المواضيع، علما أن هذه مواضيع البيئة مواضيع مهمة جدا وكتسبب يعني كاين تلوث انواع، كاين تلوث الهواء، كاين تلوث المياه، كاين تلوث في الارض لو سول، يعني مجموعه ديال التلوثات ممكن تضر بزاف الساكنه اولا، وثانيا حتى بالنسبه للاقتصاد هي مكلفه للاقتصاد اكثر ما هي يعني ايجابيه، وبالتالي خاص الحكومه في الحقيقه تعمل على التوازن ما بين ما هو اقتصادي وما هو بيئي، خاصه وان كاين حتى في القانون كاين دائما خصهم اي قانون داروه او اي مشروع خصو يكون مصحوب بالدراسه ديال الاثار البيئيه على الساكنه وعلى الهواء وعلى الاقتصاد بشكل عام. بالتالي هذا زعما سؤال مهم وفي الصميم. في الحقيقه جمع كل شيء، هو جشع، هو استعتار، هو فساد. استهتار هو فساد، لان الا شفتوا التقرير الاخراني اللي حول الفساد، راه الفساد يكلفنا الكثير ويكلفنا الكثير، وهذا كيدخل فيه في الحقيقه بشكل كبير الفساد اللي كيتولد ما بين المنتخبين المحليين وحتى يعني الحكومه المنتخبين على الصعيد الوطني وما بين اصحاب الشركات، لان للاسف الشديد ما كيترعاش نهائيا مصالح المواطنين، وكان كنترعى مصالح المواطنين ما غنكونوش في هذه الحالات. كيكون حديث عن شركات مواطنه، واش الشركات الكبرى اللي ما كتطش بال هذه الامور اللي هي مكلفه للدوله، واش نحسبوها يعني شركة مواطنة؟ شوف، الشركة المواطنة بالمنظورنا شركة مواطنة هي اللي كتراعي مصلحة البلاد وكتراعي مصلحة المواطنين وكتراعي جميع الجوانب اللي ممكن تكون سلبية. ما يمكنناش نقولوا شركة مواطنة هي كتلوث البيئة أو كتدمر جوانب كبيرة من إما من البيئة أو من يعني من الحياة المعيشية ديال الإنسان، وتجي دير لهم مثلا محفظات ولا دير لهم شي حاجة بسيطة وتقول بأن راها يعني مقاولة مواطنة، لأنها كدير واحد، وكاننا كنديروا الضوء الحمر على كنديروا امراض خطيره وكنديروا الضوء الحمر باش 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 نعالجوها. لا، اسمحوا لي، زعما الشركه المواطنه هي الشركه اللي كتراعي جميع الجوانب اللي ممكن تضر بالصحه وممكن تضر بالاقتصاد وممكن تضر بالمجتمع، يعني الا ما خداتش بهذا الشيء بعين الاعتبار ما في نظري ما لا شركه المواطنه ولا هم يحزنون. سبقتي استاذه طرقتي لمواضيع كبيره في هذا الشان هذا، ولكن كمتابعه لكم كيفاش كتشوفوا ردود الفعل ديال الحكومه؟ حقيقة ردود الفعل الحكومة في هذا الجانب دائما مطمئنة، ولكن على أرض الواقع كنشوفوا بأن الوضع يعني كيزيد يتفاقم، وكاين واحد يعني التغاضي على هذا الانتهاك ديال الحقوق البيئية للمواطنين، رغم أنها منصوص عليها في الدستور، وللأسف الشديد كنعتقد بأن حان الوقت، لأن الأرض ما هيش ملكنا حنا، الأرض هي ملك الأجيال القادمة، وإلا ما حافظناش عليها راه كنهلكوا راسنا وكنهلكوا الارث اللي غادي نخليوه للاجيال القادمه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشان يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.